تحليلي كل جمهور النادي الاهلي مبروك. مباراه مهمه، مباراه صعبه على فريق النادي الاهلي، لكن بالجديه والحماس والتركيز الكبير اللي بنشوفه من لعيبه النادي الاهلي بنحقق 3 نقاط مع الاداء. محمد شريف واحد من نجوم النادي الاهلي اللي لسه منتظرين منه اكتر من كده كمان. يا شريف مبارك لك، بتجتهد بشكل كبير، مركز بشكل كبير، هي فرصه بتيجي ودي من مميزات محمد شريف، الفرصه بتيجي بتستغلها بتحرز هدف وفي وقت قليل جدا. مبروك يا محمد ومبروك لكل لعيبه النادي الاهلي، هم دول لعيبه النادي الاهلي. حبيبي ربنا يخليك. طبعا الحمد لله على المكسب، ماتش صعب جدا بره ملعبك، فريق سيراميكا يمكن فرقه صاعده لكن عندها لعيبه كويسه، عملوا تدعيمات كويسه، فطبعا الماتش كان صعب جدا. كنا محتاجين جدا المكسب ده لان احنا ماتش وادي دجله اللي فات كان في تعادل، فكان لازم نكسب. النادي الاهلي طبعا ما ينفعش يتعادل ولا يتعثر مرتين ورا بعض، فكان ماتش مهم بالنسبه لنا والحمد لله على 3 بوينت. الفرقه دي يمكن عندها رغبه وعندها تركيز كبير، واكيد بيتسو موسيماني اتكلم معاكم في الامر ده سواء في المحاضره الفنيه الاخيره في فندق الاقامه. الراجل اهم كلامه معاك يا شريف ومع كل اللعيبه ايه؟ بص، هو ما فيش ماتش في الدوري سهل، كل الماتشات صعبه، بتلعب فرقه كبيره زي فرقه صغيره، كل الماتشات كل فرقه بتلعب ضد النادي الاهلي بتبقى عايزه تموت نفسها وتطلع كل اللي عندها، فاحنا واخدين الخطوه اللي جايه مرحله مرحله. خلصنا الماتش النهارده، بنركز على الماتش الجاي ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نواصل الانتصارات باذن الله دايما. ايه اللي دوافع اللعيبه يا محمد ومركزين الشيء ازاي مع لعيبه النادي الاهلي؟ اللعيبه بتقعد تجتمع مع بعض، عندنا مرحله مهمه، هنحافظ على بطوله دوري ابطال افريقيا، بطوله الكاس، بطوله الدوري، ده حمل كبير عليكم، ولكن انتوا لعيبه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي بتحقق كل البطولات. اكيد طبعا احنا بنقعد مع بعض وبنجتمع مع بعض. يا جماعه احنا بنلعب باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي اي بطوله بيخشها لازم يكسبها، اي ماتش مش اي بطوله، اي ماتش حتى لو ودي لازم احنا بنلعب باسامينا وبنلعب باسم النادي الاهلي، فلازم يبقى في شكل كويس. من مميزات بيتسو موسيماني معاك انت تحديدا يا محمد، بتلعب هاف، بتلعب فيرود، بتأدي بشكل كبير جدا ومميز جدا، وكمان حته فيرود دي انت بتجيد فيها بشكل كبير. الراجل بيطلب منك تعليمات معينه انت تأديها عشان كده بتبدا تحرز اهداف وبتحقق الاداء المميز ده؟ والله هو حسب كل ماتش، انا بقالي ماتشين، يمكن ماتش وادي دجله وماتش بتاع افريقيا الاخير ما كنتش بلعب فيرود، فكان بيلعبني وينج، فالنهارده نزلني فيرود، فهو انا ما عنديش مشكله، يلعبني هنا انا تحت امره يعني. جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه مساند ومدعم وفرق فريق النادي الاهلي، لكن لسه الفتره اللي جايه مهم، عندنا تحديات كبيره جدا يا شريف، عندنا كاس عالم، عندنا افريقيا خلاص، ومجموعتنا خلاص يمكن اتحددت، وده امر مهم جدا، محتاج منكم تركيز كبير الفتره اللي جايه. طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر نسعد الجمهور الاهلي ونحقق كل اللي هم عايزينه باذن الله ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. بنبارك اكيد من جديد لمحمد شريف، كابتن سعيد عبد الحفيظ.